الجزء الاخراني في حاجات فيه مهمة، في حاجات هنعدوها بسرعة يعني، هقول لكم على المهم فيه يعني، لانه صراحة متعب جدا وايه، انا حبيت اختصره على الاخر بنظام الجداول دوت. هقول لكم على المهم فيه والمهم كلينيكال والمهم ايه في الامتحان. الهير شافت ديفكت، احنا خدنا الديزيز اوف هير، يا اما هير لوس الوبيشيا، يا اما هير اكسس هيرسوتيزم واندروج وهيرسوتيزم والهايبرتريكوزس والهير شافت ديفكت. في مشكله بقى بالهير شافت نفسها، مشكله الهير شافت حاجه من اثنين، يبقى اسوشيتد ويز انكريز فراجيلتي، بيكسر الهير شافت وبيقع، يا اما نوت اسوشيتد ويز انكريز فراجيلتي، يعني الهير بيفضل زي ما هو بس يبقى شكله متغير. الاسوشيتد ويز انكريز فراجيلتي، الورقه معاكم كلكم. اول حاجه حاجه اسمها مونيليتريكس. المونيليتريكس باختصار خالص، شايفين الديفينيشن اللي تحتها، اللي تحتها كلمه واحده بس، هو بيد هير عامل زي الخرز، يعني اليبتيكال نود اند كونستريكشن دايلاتيشن وكونستريكشن، يبقى ده بيد هير. خلاص نحفظ بقى سبب واحد منه مثلا. حضرتك بقى شرح الحاجات دي. ماشي، اتوزومال دومينانت، ماشي. يبقى انا مش عاوز يعني ايه، انت تقسيم المهمه وناخد البريفري قوي يعني. هو احنا ارخم ناس لا بينزل في بعض الاحيان. قالوا لي برضه مش انا بنعرفك بس خلاص، تعرف المهم عشان في حاجات كلينيكال اعرفها كلها. البايلو توتي اختصارها توست الهير، لا الهير شاف توست معاها ايه بقى اسمها ايه، ممكن هنقول مثلا ريتينويد، بعض الحالات السكريشة الأوروبيش. خلاص خلصنا منه. ترايكوشيزس جينا سيرتها قبل كده، اللي هو الترانزفيرس انفراكشن في حالات ايه؟ البيبيدز سندروم، هنجيب سيرته النهارده تاني، او ترايكو ثايو ديستروفي، ترايكو ثايو ديستروفي او البيبيدز سندروم، هنجيب سيرته النهارده البيبيدز سندروم في الاكسيوزس. طيب يبقى ترايكوشيزس بتساوي ترانزفيرس انفراكشن. ترايكوريتس انفجانات هنوضح كفايه كتير جدا النهارده عشان بتتابع حاجه اسمها نيزرتون سندروم، بينزل في امتحان كتير جدا نيزرتون سندروم عشان اكسيوزس، مهم جدا طبعا. وهتلاقي في اصلا فرق سطر او سطرين، مفيش كلام يعني، لازم توسعوا في الكلام. ترايكوريتس كلها بالميكروسكوب صح؟ بالميكروسكوب او باللايت ميكروسكوب او بالرايز ميكروسكوب. نعم النيك ده اي واضح في الحاجات دي؟ لا 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 مش نيك ده اي، ما حدش شاف. انت بالنيك ده اي ممكن مثلا تلاقي في الشعر عقده. طيب العقده دي عباره عن ايه؟ العقده دي عباره عن المنظر ده اهو، ان الشعره مربوطه ترايكونودوزس، ولا الشعرايه بول اند سوكت ترايكوريكزس انفجينات اهو بول اند سوكت، ولا الشعرايه بالفحص بقى لقيتها عامله زي المقاش، انا كل ده بقى عليها نودز فقط يعني، دي انت تلاقي على الشعر نودز، ده ممكن يكون كذا وكذا وكذا وكذا، وعندكم الفنجل انفكشن ديفرنشال اجنوز في نودز اتهير شافت. طيب دي هنحكي عنها كتير النهارده. نزل سندروم ترايكوريكزس، طبعا كلمه ترايكوريكزس يعني بيتكسر، ريكزس يعني ايه فراجمنتيشن، يعني كل ده بيتكسر. شاور اهو المقاش، شاور ايه، شاور على حاجات المهمه. لا انا مش ده، انا مجرد الاسم وتعرفه بس الميننج بتاعه. تراجز نودوزا عامل زي المقش اهو، بروميستيك لايت عامل زي المقش. طيب وين هو مقطوع ولا مش مقطوع؟ نعم دي مقطوع ولا مش مقطوع؟ ايه اللي مقطوع؟ ما هو متوصل، لو فحصتيه هتلاقي فيه التو اندز بتاع الهير شافت تمام، عامله زي المقش كده كده ولازقه مع بعض، وفراجايل مع ماينوس روما او واحده ممكن يحصل له ايه؟ بص اقول لها الموضوع تمام. ممكن نفسي دقيقتين نعمل بس حاجه؟ ممكن بس دقيقتين بس هخلص الهير شافت واقوم انا اعوض اغسل وشي كمان عشان نايم. الواحد ما عادش في الكافيه 24 ساعه نايم يعني، اذا كنا اصلا بنشوف ايه؟ اصلا يوم ما احب انام الاقي مرات قاعدين يقول لي عايزين نخرج. من حقها بس يعني. طبعا الاستشوار بيكسر الشعر عشان بيعمل حاجه اسمها اير بابلز. اير بابلز جوه الهير شافت نفسها بيعمل ايه؟ اير بابلز. فدي نعرفها دي كلينيكال يعني زي الـ طبعا الترايكو ماليشيا خدناها في مين؟ في الترايكو تيلومينيا. الترايكو ماليشيا خدناها في الترايكو تيلومينيا عشان الام سي كيو بيبقى مهم الحاجات دي. الترايكو تيلومينيا
بالديرموسكوب او بالمايكروسكوب اللي هي الشافت بنلاقي في حاجه اسمها ترايكوماليشيا. بنلاقي الهير فوليكل اهيت الهير شافت نتيجه تراكشن فراجمنتد ان دارك بودز. في دارك بودز جوه الهير فوليكل اللي هي فراجمنتد هير شافت. بنلاقي البال بتاع الهير فوليكل تويستد، يعني المفروض هنا بيبقى ممسوك بالكولاجين، الكولاجين ماسكه كويس لان ده موجود في الديرمس تحت، يبقى تويستد. وفي نيكروتيك كيراتينوسايتس، في ميلانين، في كليفتس او في فجوه ما بين الكولاجين وبين الايه اللي هي الفوليكل، ده كله نتيجه الايه الكومبالسيف تراكشن، عادي التكرار عادي مش مشكله. كنا جبنا سيره في بعد كده حاجه اسمها رينجد هير، ده اماكن فاتحه واماكن غامقه مش مشكله. البايليبر فوركاتي مش مشكله، البايليبر تجميني برضو تطنشوها. ترايكو نودوزس، خلي بالك في فرق بين الترايكو ريكزس نودوزا والترايكو نودوزا. الترايكو نودوزس مربوط يعني نفس المنظر ده، ترايكو ريكزس نودوزا معش. الترايكو ريكزس نودوزا اللي هي الصوره اللي عندكم ريكزس الثاني صفحه نودوزا شايفينها دي معشه. ترايكو نودوزس العقده هي دي اللي لها ديفرنشال ديجنوز مش الثانيه كلهم هتشوفي في نودز، البيضره هتشوفي نودز، النتس هتشوفي نودز. هناخد حاجه النهارده اسمها سودو نتس كمان جديده عليكم عشان يبقى انتوا ايه عارفين الكلام كده. طبعا كلكم بيجي لكم الحاله ديت اهي، تقولي تقول لها ايه لبس الصور ده بتاعت الحب الشباب مش حب الشباب مش حب الشباب طبعا. دي ترايكوستيزس كانوزا، ده مهم جدا لازم تعرفوها وتعرفوا تعالجها ازاي لان هي بتجيب بعد كتير جدا. ترايكو ستيزس سبانوزا اللي هي الرؤوس الصمعة على النوز وسمتايم بتاخد التشيكس كمان اهو دي اهو دي مكتوبة؟ اه ايه اللي هي الجسور السوداء على ايه؟ على القلب. دي مش كوميدونز عشان ما تبقاش ميس دايجنوز، ده عباره عن تو كومبوننتس سيبم مع ريتيند فيلاس هير. طيب انا هعالج لما احتاج اعالج السيبم، خلي بالك العينه دي عندها وايت بورز كمان، العينه دي عندها خلي بالك. وفي حاجه تبقى جايه واخده التشيكس واخده هنا جزء كمان في الفور هيد، المنظر طبعا بيبقى ايه متعب. هو دايما الاثنين بيبقوا مع بعض الوايت بورز وال اه بالظبط، دايما الاثنين بيبقوا مع بعض. مثلا الوايت بورز بقى فين هنا ودي؟ اهي اهي الباتيولس البورز، شايفين المسام بتاع الجلد الواسعه؟ شايفين المسام بتاع الجلد الواسعه؟ بس هي الدكتور تبقى اسوشيتد في المشاكل بتاعتها اكتر. يعني مش كله والله، فين عينين هم ده ترايكو ستيزس اسبانيلوزا. ترايكو يعني هي ستيزس بتنشن في الحاله دي؟ نعم هي دي بقى الحاله دي؟ الحاله دي مهمه جدا عشان تعرف تتعامل معاها ازاي. انا عندي تو كومبوننت سيبوم ريتنشن هدي له ريتين اي، وهير هعمل له ليزر هير ريموف، او في حاجه بسيطه جدا بيعملوها في بلاستر بيسموه بايور ستريب، بيتباع في الترشوبي او في اي صيدليه، بتحط هو شكل اللي هو التراديشنال هير ريموفال، بيحط البلاستر كده، تحط البلاستر على النوز فكان تشده بيطلع بعد كده منها الايه الهير معاها على طول. تقولي مش افكتيف قوي؟ لا والله في ناس استعملته كويسه جدا مع تو كارتينوز. بايلو ستريبس يعني مثلا ايه؟ بايلو ستريبس البايلو ستريب البايلو ستريبس او بس ده من الوقت التاني بقى يستخدموه لانه بيرجع تاني مش لا بيرجع تاني. طيب دي خلاص شفناها. بس الليزر في حاله زي دي فرق سيبم تديله كرتينويد، مش طبعا مش مستاهل ادي لها سيستمين كرتينويد، وفي ناس تقول لك لا مش مستاهل اعمل لها ليزر ريموفر عشان الكوست يعني، وفي ناس بتبقى المشكله زي ما قلت لكم بقى الانر تشيكس والفور هيد، فلازم تعمل طبعا ايه ليزر ريموفر. طب ولو والبلاستر ديت ممكن تشيل هنا ولا هنا؟ ممكن انا اسمع ان هي مصممه للانتي انا بتكلم على الفكره بس، مجرد الفكره بس مش اكتر من كده. طبعا اللوز انرجي سندروم المره فاتت بالديرموسكوب الاقي حاجه اسمها رافلد او رامبلد كيتكل، رامبلد كيتكل الكيتكل بتاع الانر روتشيز هلاقيه رامبلد يعني مجعد، مفيش ادهيشن ما بين الكيتكل اوف شافت والكيتكل بتاع الانر روتشيز. اخدناه المره دي. في
عيانة كانت بتجيلي العيادة يعني شفتها كذا حالة، كانت بتقول لي البنت طلع لها حاجات على شعرها زي السبان، بس ما هيش سبان. بقولها ليه؟ بتقول لي لان باجي امسكها بتقوم الزحلقه على الشعرية كده عندي، اجيها كده تقوم عامله ستايل. دي حاجه اسمها سودو نتس، اوريك صورتها اهوت. دي السودو نتس. طبعا زي ما انتم عارفين النتس تبقى ادهرنت، ولو انا حاولت اشدها ممكن يحصل فراكشر للهرشه. انما السودو نتس دي تقريبا اللينس بتاعها ده حاجه كده زي الاسطوانه سلندر شيب بودز او تابيوز صغيره موجوده على الهير شافت. اللينس بتاعها حوالي 3-5 ملم، الديستانس تقريبا 5 ملم يعني نص سنتيمتر من الاسكال. بيحصل لها سلايدنج على الهير شافت، وليها اسم تاني اسمها هير كاستس. ده فراجمنتس، فراجمنتس تطلع من الهير شافت اسمها الهير كاستس او سودونيتس، عشان ما تبقاش ميت منكم. والوز لايت الدنيا يلو جرين فلوريسنس بلوز لايت تريتمنت بتاعها توب كام 8 مليمتر. حتى ارسم لكم الصوره من 3-5 ملم لينس، 3.5 سنتيمتر من السكان، مش نص سنتيمتر زي ما انا قلت لكم. اللوشن اللي هو الاكنتين اللوشن ممكن تدوها لها. السودونيتس اهيت او الهير كاستس. دي طبعا منظرها من بعيد شكلها شكل ايه النت صعب ان انا افرقها على الهيستوري بتاع الايه. ودايما اي حاله نت وانتوا تفحصوا العينه لازم تمسكوا الشعر وتنفضوه كويس، عشان لو دي وقعت من على الشعر ممكن تكون سيبريك ديرماتايتس. لو حصلها سلايدنج على الهير شافت يبقى ده سودو نت، ولو هي لازم معاكي كويس جدا يبقى ده عباره عن ايه نت. طبعا لو في نودز ثانيه بقى احنا هنخش الديفرنشال نودز، انما بتكلم عن نت سودو نت والدندرف. الدندرف خلاص بينزل بتنفضيه بينزل معاك على طول. السودو نت سلايدنج على الهير شافت، والنت بتبقى ادهرنت على الهير شافت. سلايدنج ازاي يعني؟ يعني بتزحلق معاها بتطلع منها معاها كده، بتقول لك بتصير تقوم طالعه مع ايه؟ مع الهير شافت اهو. فطبعا السودو نت برضه سببها ايه؟ ده ديجنريشن بيحصل في الهير شافت فبيطلع زي مولكيول او كاسس، زي الكاسس اللي بتنزل في اليورين اللي بيسجل الكاسس. وممكن النتس تبقى موجودة مع السودونيتس؟ مفيش اسوسيشن بالاثنين، بس ده حاجة ودي حاجة، مفيش اسوسيشن بالاثنين. طيب وده ايه؟ ده سودونيتس برضه اللي هي اسمها هير كاستس، بس دي بالاي كده معرفش افرقها. ما انا قلنا بتبقى باينة في الشكل، هتعرف هتفتحش عليها سلايدنج؟ لا بره انها سلايدنج، هيبقى في اكيد فرق بينهم وبين النتس. شكلها كشكل لا، شكلهم من بره طبعا شكل بعض كله. كل جزء طبعا الورقه لما اول شفت كده مفيش حاجه طبعا يعني بنتكلم عن الكلام في المكان. اخر حاجه طبعا عشان برضه بيجي بقى عليها كتير اللي هو الوايتنينج اوف هير. الوايتنينج اوف هير، الوايتنينج اوف هير نوعين كنت اديكم فكره عنه المره اللي فاتت. في لوكاليزد جريينج او وايتنينج اوف هير، وفي ديفيوز جريينج او وايتنينج اوف هير. ديفيوز ده اللي هو زي عندي شعر ابيض ميكسد مع شعر ايه اسود. الجرينج بتاع الهير طبيعي بيحصل مع الايدجينج، بيحصل مع الايدجينج. لو بس لو ما حصلش مع الايدجينج اللي هو الديفيوز وايتنينج فير او ديفيوز جرينج، ده بنسميه بريماتيور جرينج. بريماتيور جرينج ده قبل 30 سنه في الناس اللي هم زينا الافريكان، وقبل 20 سنه في الوايتس. فيما بعد ذلك بعد ال 20 سنه او 30 سنه في الوايتس او الافريكانز ما بنسميهش بريماتيور جرينج اوف هير، لان ظهوره بعد سن ال 30 سنه بدايه بقى ايه اللي هو الايدجنج. طبعا الايدجنج معروف اساسه اصلا او ديفيوز وايتنج اوف هير او جرينج اوف هير اساسه حاجه بتبقى فاميليال، تبقى فاميليال بدليل ان هو بيظهر في الاطفال الصغيرين. بيجي لكم اطفال صغار عندهم بعض شعر ابيض، واحده عندها 20 سنه واحده عندها 25 سنه. ف
فاميليا. الاسترس طبعا مهم جدا. البرنيشس انيميا دي بقى حالات رير جدا لكن اشهر سبب هو فاميليا. البرنيشس انيميا ثايرويدايتس بريماتور جرين باثولوجيكال فيسيولوجيكال هو الايجنج العادي خلاص هي عارفه كده. البريماتور جرين اللي هي الباثولوجيكال حالات فاميليا حالات ستريس ايموشنال ستريس البرنيشس انيميا الثايرويدايتس سامسوندروم زي مثلا عندنا الريبيشيا اللي ممكن احنا قلنا بيحصل برضه فيها جرين الشعر اللي طالع يبقى طالع برضه ايه جرين. الديفيوز جرين بتاع الهيب ده بيسموه كانيشز اهو. انما اللوكلايزد جرين اوف ذا هيب بيسموه بوليوزس. بوليوزس البوليوزس اللي هي ايه زي صفحه مش معنى بيحصل اللي هو ايه دي حته مثلا هو اصلا مش معروف المكانيزم بتاعه بس هو هما بيقولوا ان دي عمليه بيحصل فيها مشكله في المينوسايتس زي ما بيحصل في الفيتريكو بالظبط. فمش معروف اصلا سبب الموضوع ده ايه. البوليوسس هو ده اسمه بوليوسس اللي هو الجزء اللي هو طالع ده عند الفيتريجو اهو. ده بوليوسس لوكالايزد جرين اوف هير ممكن ليه اسباب الالوبيشيا اريتا برضه الفيتريجو بعد نعم اسوشيتد مع الفيتريجو اسوشيتد مع الفيتريجو بالظبط. معلش يا دكتور احنا ليه قلنا الالوبيشيا مش بتيجي في الوايت هير ليه؟ في الوايت هير عشان ال 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 الميلانوسايتس. الميلانوسايتس هي التارجت اوف انفلتريشن خلاص. تاجر تسليت تلتيشن هو الميلانوسايت. لو هي الهيلسي ميلانوسايت او ميلانوسايت موجودة عندي مش هيحصل فيها الديزيز ميلانوسايت او ابنورمال ميلانوسايت او ابسنت ميلانوسايت انكتيف ميلانوسايت او ابسنت يحصل مش هيحصل فيها انفلتريشن فمش هيحصل فيها الوش اريات. انما عشان يحصل الوش اريات لازم يحصل في الهيلسي ميلانوسايت. طبعا مفيش سبيسيفيك ثيرابي ل طبعا لو البوليوزس هعالجه كانه فيتيلوجو عادي كانها حاله طبعا فيتيلوجو عادي على حسب الاتيولوجي بتاعها. البريماتور جرين بعالجه يا اما بالثوره يا اما في حاجه اسمها بار امينو بنزويك اسيد هو مش موجود عندنا في مصر في شكل تابلت بيحتاج ياخد جرعات كبيره جدا منه يوميا بار امينو بنزويك اسيد بس هو مشكلته ان هو بيحصل الكارنس تاني بعد ما يوقف الايه العلاج. فأوقع حالي بالنسبة لموضوع حتى لو في الجرين حتى لو في مليون بس هو بيرجع تاني على حسب العائلة طبعا. فعائلة مش هتقبل مش عاوزة تاخد الصبغة عشان تاخد علاج فهو ملوش علاج هو عبارة عن الصبغة ممكن تدي فيتامين بي كومبلكس تدي حاجة انكزوليتك شوية بس هي في الأول وفي الآخر فاميليا مش أكتر يعني. انا ما بنزلش بس انا لازم اقول لك بس بتزودها بروشيتا بس يعني هو حاليا يعمل ضاين البوليوزس كاموفلاج يعني زي الفيتيلوجو زي الفيتيلوجو هو بيطلع لك كريم بيداري البقع بتاعك كاموفلاج زي اللي عندها عنده في جينيتيك الوبيشا او في ميل باتك هير لوس ما بتستجيبش وبتلبس باروكه ده حاجه اسمها كاموفلاج خلاص. كاموفلاج يعني بظبط المنظر بتاعها بس انما كعلاج انا بعالج الاندرلاين ايتيولوجي بتاعي من الفيتيلوجو بعالج الفيتيلوجو بعالج الفيتيلوجو. طب اما الفيتيلوجو اصلا؟ ايه؟ بعد حالات مع الفيتيلوجو وبعد حالات مع الالوبيشيا الشريات وبعد حالات مع السندرومز وفي حالات بتبقى بليوزس بس فاميليال او اليوباثيك مش اسهل زي بتاع صلاح حبيبي دي زي بتاع صلاح حبيبي لو حد بيشتغل شعرها مقصف ولا ايش وكده. لا دي يعني هو لو انت عاوز تشخصي كان شعرها كويس من فوق مثلا لو انت عاوز تشخصي كويس جدا لازم طبعا تعمل لها دلوقتي الميكروسكوب طبعا عشان تشخص بالظبط. بس هو كل الهيرشف ديفكت اغلبها تروماتيك تخسر شعرها كتير تخسر شعرها قليل بتستعمل هير ستريتنرز حاجات الفرش بتشد شعرها جامد. بندي ايه بقى؟ بندي ايه؟ ولا حاجة بندي التونكس العادية بتاعتنا بتاعت الشعر وبندي معاها كمان حاجات ايمولينت اويل كريم صح
الترامه يعني. كل اللي هي شكل الفيكس لو في ايتيولوجي بنعالجه، ما فيش ايتيولوجي خالص. طب بس يا استاذ كده الجزء الاخراني في حاجات فيه مهمه.